الديناصور، هذا الحيوان الذي انقرض منذ أكثر من 70 مليون عام، ظهر فجأة مرة ثانية. وكان الديناصور طوال الوقت يعيش تحت الأرض، مكونا له إمبراطورية بزعامة أولولو الذي قرر إخضاع العالم لسيطرته. لقد اكتشفت جسم الطائر، إنه طائر العملاق، طائر العملاق. الجسم الغريب الطائر يطير فوق الجبال الاستراتيجية متجها إلى ناحية الجنوب. الطائرة المقاتلة التي انطلقت من القاعدة اختفت ويعتقد بأنها أسقطت. Thank you.
لدينا تقرير مستعجل. ديناصور يتجه جنوبا بمحاذاة الشارع الخارجي، يعتقد بأنه يقصد تحطيم المفاعل النووي. اذهبوا حالا للدفاع عن المحطة، وقد أنذر الجيش بذلك أيضا. أمرك سيدي. انظر ما هذا، صرصار عجيب. دلنا ديناصور. لقد وجدنا الديناصور باتجاه المفاعل النووي. لا تدعوه يقترب، تتبعوه. أمرك. إذا هجم الديناصور ثانية فستحل كارثة. إلى المدرعة الثانية، هيا. أمرك هيا باب. حاضر. و200 واط، وذلك على درجة 35 باتجاه اليمين. درجة حرارة الديناصورات منخفضة كبقية الحيوانات. لقد ولى هاربا. كمان لقد قدم العقاب. سيظهر الديناصور ثانية، سوف نذهب إلى المحطة. أمرك.